مرحبا زيو ميت ميت ما غوس دينو مي مود دايدا نسعدو يوم ديال ايجو مالك مشاشا يوم ديال قناة نتمسيرت اس دينو مي مود تيتزيو مزيان بعد داغا امستردام حما لهم ديك حلقة خاصة ما مشت الدار جالية نختم غرا باش تاذني تادي هولندا الوضعية الناس الحرث الناس مشاكل لي غاتك تاميني قنن غالين ديما جنس تيزماي تقدير سنين ثينك هي تعيش ندا ذي هولندا زعما الجالية ما شاء الله رخو ثندامج مرا نزريك الجالية ثنغني زعما غاسني المراتب زعما من بين المراتب الأولى ذي هولندا والحكومة الهولندية الطاسي خاصن تركز الطاسي خاصن زعما تشار الطاسي نتوارى سواء رجالا او نساء زعما غاسني المناصب الكبرى لكلشي في المجال السياسي او الرياضي او الاقتصادي. شعيب بالخلوفي زي جالية مغرب شيت دالاندا دي امستردام ايو صدغة هولندا دي 1985 حما دي كمرة تي غالي نسوم بعد اي قيم ذا اتوى ليلة الوضع الجالية ما ننقال نيتا قابع انسناس قومي اتوى بالدر وضع الجالية صراحة الجالية جاخ مشاكل تم قرانين خم زوارو ولكن مرة كان خزارو خان على حسب مشي قوان الجالية حاليا قوان قجم بريد دصبحا مشاكل نجاخ مزوارو نقسنت الشباب غاسن يجن تحققن بعض النتائج تي سبحاني حتى بالنسبة دي الدراسة بالنسبة دي الخدمة ومرة كامرة ان خزا مثلا غاخ المستوى المشاركة المغربيين ذي هولندا انت في جن مجموعة من الأطر نشيطين جن ذي السياسة ذي الفن ذي التسيير جن عادة المانجر صيغة المديرين المسيرين ذي التعليم ذي الصحة ذيني مش سقان ذيني أربعة متبعة الحرقة المشاكل شي حاجة ولكن المشاكل اللي جا في ذي البداية ذي البداية موارفين ولا وقيمة الصراحة مشيت التواريخ نشو مرخ زاخ نشاء الإحصائية في تستعملني هولنديين ذي الدراسة انت في مغربيين قد ذي الدرجة ويسترثا أوارين هولنديين ذي سوريناميين إذا قد ذي الدرجة كتاشي حاجز الأطرق الهجرة غا هولندا في ذي ستينات الخوي وضع عدد نيم غربيين الدالنديني ذي هولندا غا شان 450 ألف والأغلبية الدالن ذي أمستردام النواحي والمغرب يوقع يجون استفاق الهجرة غا هولندا ذي سقوسن 1969 وانت في جن عدد نيم غربيين غيت الدالن ذي هولندا جين هي زمان مغان هم ذندم جن وفرض نيخ فين سنو ذي قنام شان سن ديا يدو ذا هولندي بالنسبة للوضع الجالية تمغربي تي هولندا لمدة 55 سنة ونغيّنني بأن الحال الجالية هي تحسنت بزاف 55 سنة نكون ديكس أجيال اللي هي تخرجات من هالمقاولين تخرجات وزارات تخرجات عمدة تخرجات بزاف ديال الحوايج واخا انا كاين دائما المشاكل ولكن اي مجتمع غوش المشاكل واخا نسن بان عشنا الحزب العنصري ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه يعني دا ديسبيين او ديوت القوه الجاليه المغربيه ونتمنى ان شاء الله ان تقن 55 اللي جات تجيب لنا واحد 55 سنه اخرى اللي هي ديال التفوق اللي غتخدم الجاليه المغربيه في هولندا والجاليه والوطن المغربي ان شاء الله وتزيد تكون في واحد الوحده المغربيه في
تنس وجودهم بستازي امستردام خل الوضع الجاليه يتدار عندنا دي هولندا كي نغدا دي الفقره يا كي نغل الاستاذ السي حميد قطاوي انت فاعل الجمعوي اذا انت دي امستردام كتازي 30 سنه تجربه دي العمل الجمعوي متخصص دي شؤون نرواشون دي من يتهم نرواشون دي حذرين نغل الجاليه نغل المغرب شي تدار عندنا دي امستردام بالضبط دي شرق امستردام انت حاب زيك السي حميد القطاوي. شكرا شكرا على الاستدعاء وكنشكر الطاقم اللي معك. سي حميد القطاوي فاعل جمعوي دي امستردام دي شرق امستردام توخصد حذريا درواشونات ذي الجاليه ثمره باش تدنتتي دي امستردام دي هولندا ما مش توريت الوضع النس ما مش تدار دي السنتين كورا. على حسب المعلومات الغارية على حسب التجربه الغارية دي المنطقه متعيشه وحتى المنطقه ماشي غير دي امستردام ولا دي هولندا دي هولندا تكمل. المشكل الجالية مشاكل بزاف ديني مشكل الاندماج احنا الجالية المغربية عاد نتعانى المشكل الاندماج ممش نتوارنشين المغاربة تعيشن واحد سان ويعني واصلوا اتصال ايجو هولنديا. النقطة الثانية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مجموعة ديال المغاربة يعني تعيشن الفقر دي هولندا الفقر على حساب الدولة الهولندية يعني تعيش الفقر خاصنا المداخل قليلة وكتري العائلة ثمها عاوتاني دي مشاكل الشباب نطاون إمرابيا دي المدارس يعني مركز هذا تكوين إمرابيا للشباب ضعيف بالمقارنة هولنديا وكذين عاوتاني مشاكل السكن دي هولندا مشكل معها لان بزاف المغاربيين تعيشن تدرين تي مزيانين وغاسن العائلات معها ثم عائله بزاف يعني مشاكل متعدده. السي عبد الحميد القطاوي من بين ما مش غانق الجاليه ثمغلا باش تاتيري من دمجه تطفم شانس هذه هولندا ولكن تقيم البدا مرتبطه سماث النص المغرب تحافظ الهويه النس كتاكتا الجيل الثالث الجيل الرابع. بالنسبه للجاليه المغربيه برن قارني تروخا 20 عام يعذون يعني بزاف المغاربيين وصلن يعني وصلن المناصب عليا في هولندا يعني جميع الميادين الصراحه زعما غنخذ امستردام في هولندا برخميستر عمدة روتردام يعني ذا مغربي راح عاوتاني مركوش عمدة ارنم حتى انت ذا مغربي غنخي عاوتاني مغربيين ذي الطب غنخي مغربيين ذي الهندسه غنخي مغربيين مثلا ذي المدارس العليا ان ديني مغربيين تفني مش نسن حتى ذي الرياضه عاوتاني ذي الرياضه زي مغربيين يعني تيران ذي فرق هولنديه مغانت ولكن وانت تشاب اللي قاعدين يجن النسبه المئويه المغربيين يعني تعانن ذا هولندا اللي من الشين كجاليه خصها انكا انبد يعني انمون يعني خصها انمون لحد الان وهذا واش الاطار يجمعنا خصنا نشين المغربيين كل جن ما يتعايش كل جن يتعايش ناس نس وحدس كل جن المهم غاس الجمعيه نس وحدس كل جن قاش ما كيهمنيش ولكن مرا نشين واخا يخص في الوقت الحالي اللي انت عايشه بيا نشتو زمان يواسا زي هولندا ان الواقعيه حنا انت عايش ذا تاون عايش ندا غنبغى غنخدم هي ونخدم في هولندا الشيء بالنسبه للشين ثم تاون قيم دانيتين ولكن غانخ ارتباط المغرب عطل على المغرب تعاون حتى تحن على المغرب زارنا عاوت العائله نسن ولكن الشيء نحاول ما يمكن خص الجاليه المغربيه تري مهم اجن 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 اطار مهم علاش نجمع الناس ماره ما نحاول ما يمكن الصوت نخذ يغض السياسه. السي عبد الحميد القطاوي النصيحه يغثوستي الجاليه يتدار عندها دي امستردام دي هولندا متكمل. الجاليه من غير بالنسبه للجاليه المغربيه دي هولندا المهم خصها خنبد خيط على النخ خصها نعاون خصها نكون شي اطار اخي جمع ماره ما نحاول ما يمكن نفرض وجود النخ دي هولندا وكذلك عاوتاني خصها تعاون عاوتاني نقابر خصها تعاون عاوتاني المهم نحاول ما يمكن أظن غاش المستوى إمغا ونش مش تواريخ أنه على حسب دابا الجيل دي كوان الجيل دابا الثالث والجيل الرابع يعني أنه المشاكل الجالية المغربية
تنقص، لان دابا الجيل الرابع يعني غاس القوه يستطاع انه يواجه اي حاجه ذي هولندا. سي عبد الحميد القطاوي انتقاد شك فاعل جمعوي اذا انت تيدي هولندا دي امستردام دي شرق امستردام توخصت دي شؤون نرواشونات دي حودريين اذا انت تي انتقاد شك خشرش نشاكينا دي الفقرايا. شكرا سليمة على هذه الاستدعاء، كنشكر الاخوان اللي معك ومناسبة اخرى ان شاء الله. البدا دي امستردام انت متو زيوم رخو غاجيت الشرق 80 تاف ذا دي المقر انت مسمونت انت مغات تمغرابش 80 تاف ايجن العداد نجالية تمغرابش انت مغالين تدارن ذا تسنتي ذا حمس تاف دنت سرخ دايم مصبضانت انت مسمونتا. نشنين كاذيم غارين ذانينتي نتنجمع مكور الخميس نتق الأنشطة نرمذ الطبخ نتق الأنشطة النظنيت نتسافر نطفق حما أتفي ونتقنيذ وعاود حما أتفي ونهجه إذا الداث ونتفويج خيخ فنا ونش مغزار غضام غاف أطفق أتق الأنشطة نرياضة ونشنين انطفق نتمونسيو انطفق نفطر حما اتفي ضمغاث وتحسيس الغربة خاصة نشنين قد موفا من الغربة لبدان حساس الغربة ما شاومين قال مجموعة يان الانشطة نسحيسة ذانيتي ام العائلة اكساميرا ذا التمغارين النظنيت النساء كلهم يجني عدد انت مغالين الجالية ثمغلا بشي تدار انت دي الجيه تاتا سنتي دي حمض مصوض انت اجارة سنت وستفد انت سرخ دايما انت مسمون انت يقنا نغاد تكوين التغلي دول ماذن لغة هولندشت حمض ندمج انت وذق انت مشان سنت دي ويدوذ هولندي في الحقيقة مهم جدا للمرأة ستيد التمغة الثمغرابي ذانيتي وغنغشي العائلة ورنش وغريب والعائلة ذانيتي وذا مسمون تام العائلة ينون تكل شيء أمر رياضة ذا الطبخ ونرمذ توتليت ذا هولندي ثوقي الحقيقة كل شيء نجمع ذانيتي ونسحس باللي المغرب نجمع كل شيء ذانيتي ومنايا إسفارحة نغطاز المغرب كامل مجموعين هنايا فهذا الشيء الصراحة كيف رحنا بزاف. بدا دي برنامج خاص في جنس عدوثي السازي هولندا دي أمستردام بالضبط خوال الجالية ثمرة بشي تدار عندها أقن غدا دي أمستردام دي البقر انت مسمون انت سنا انت مغاث ثمرة بشي دي هولندا دي أمستردام كين غ رئيسة انت مسمون الأستاذة سميرة البشيري انت حب زي. شكرا لالا سليمة المرة الثانية شمت شرف ظن غدا انت تيغى المقر النغ انت حب زي مطاس وشكرا بزاف. أستاذة سميرة 15 سنة مجمع معاوية دادي أمستردام دي جالية ثمغرة بشي تدالاندا دي هولندا تجربة يغام شتواريت الوضع الجالية ثمغرة بشي تدالاندا سيختو ثمغالين الجالية تدالاندا يعني شين كجمعية تهتم التص وضعية المرأة ذاني تتي دي هولندا خصوصا دي أمستردام لأنه انتفنه المرأة ذاني تتي تعيش العزلة الطمقران ونتحاول ما أمكنت نصف زي العزلة تشارك ذي أكل المجتمع الهولندي أتندمج غنغ مجموعة من الأنشطة تشارك ذي سمارتي مغارينا من بين هذه الأنشطة غنغ تعليم اللغة الهولندية غنغ تعليم الكمبيوتر غنغ الخياطة غنغ الطبخ ما مش زري من هارا غنغ أوكل للأطفال مهم غنغ للأطفال غنغ الرحلات وغنغ نقدم أوكل المساعدات الاجتماعية غنغ بروفيسيونيل منسن ذا رياضة. يا الأستاذة سميرة غاميش تجربة تزيرات العمل الجمعوي أمصود نكون أكثر مغالين الجالية دانيتا في أمستردام أهم المشاكل اللي زيت عنا أنت مغالين دانيتا المشاكل العويصة اللي تعيش مؤخرا هي من دم غيني في الصراحة تعيش مشاكل مادية مؤخرا غسل المشاكل المادية غسل المشاكل أكثر وانصن لأنه إحنجان دانيتاتي تقوض نغيج نسين أكثر يما لتيري المرأة مطلقة نغي موثا سواياز نغذوينات يتيري غسل المشاكل أكي حنجان نشينا قنغ في صدد المستقبل إن شاء الله هذا سنجيج الرعاية الشبابة أنظام مش غانق يعني قبل ما ضرح نغان يجنو مشان نغني أضح نغي مسلم من حندا أزيس نخلق الصلح ذمنيني
استاذه سميره نزريج العدد من كفاءات الجاليه تمغرا باش تدارند هذه هولندا تيمغالين ليس نسي الاداره ديال العمل الجمعوي ذي الطب ذي الهندسه ذي المحاماه ذي الرياضه ذي السياسه الاهميه المنايا بالفعل ما مشتنيتش الحمد لله مؤخرا نحن فخورين زي المراه المغربيه غير المستوى يغطي وتشاش ذي كلشي المجالات سواء في من الناحيه السياسيه ولا ذي كلشي الخدايم يعني نتمنى لازي طاول نغزي السيت نغزي المستقبل راني هني راني هنتي غاد كنت يعني غاس نديريج المستقبل اللي زيس غنفتخر والحمد لله الدولايات تيشان غطس الطس الحريات تيشان يعني كلشي سواسيه كلشي مكيف كيف هذه غوض غمني يخصي ان شاء الله. الاستاذه سميره ديال المغرب بالنقاش مشروع مراجعه المدونه الاسره كجاليه تبعت منايا من غدا غاثيني نشمي دي منايا هذا ميني غيجنا الحاج لانه الطس الحوايج توقيع عندي المغرب ديال التغيير سواء المدونه الاحوال الشخصيه بالنسبه للمراه لدينا نزو انه مغربيين المسؤولين اذا نغطويني لنشين كجمعيات كمساجد نغوينات انتسن من التغيرات توقيعن اي تغيرات نشين مرحبا تسيثن هذا المراه المهاجره ديال المدونه نتمنى غتسيدفن ولكن في نفس الوقت هذا نطلع انسن لانه طاس الحوايج تبدلت نمشي لوان تسين شا حمان سرا ام ود ومو استاذه سميره ما مش غنق نشجع ثمغات ثمغلا باش تدالند هذه هولندا تندمج مليح دي ايدوز هولندي في نفس الوقت تبقى مربدة مرتبطه سمات الناس الهويه الناس طقوس الناس سوسنا الناس من المغرب نشين كجمعيات تهتم بنس المراه انت ويد يوداني تجن مختصين ذي الميدان ذي الميدانة انت قاسنت يوم المحاضرات انت وعاثنت انه وسمح انت شادي الهوية المغرب ونفس الشيء اذي قنت الدور ضم قندي تدات نسنت اكتاونت لانه في حنجيريني دغاي قعدن نزوت انت لاني انت غتشبث انت الهوية قاع نشين يعني الجينيراسي ديالنا ولا اللي قبل شوا تقن غعاد نتشبثن ولكن نزول ذي السيثنا هذا يسنتنا با الهوية ونزول المساعدة اوكزي المغرب النصيحة يغثوش تي ثم غاثني غيثي مغالي تدار انت ذني تازي جالية ثم غلا بشي تدار انت هولندا ثم غاثي ذاذي هولندا أتوصي غطغى اللغة اللغة يجن حاج طمقرا تيتغاي السوفغن وتغي مي بودي تدار حندتي لواحد يجن الأم مثالية يحنجا الناس أندس نتسلم اللغة أدس أتشارك ذي جميع الميادين أطفق أتقع رياضة أتسقسى أتق ويقيم شا زمان أتقيم ذي هدات رخو أتنطلق أستاذة سميرة البشيري رئيسة مسمون تنتوسنا نتمغا ثمغرا بشي هولندا نتقاداش مخشاش نم أكين ذي الفقرايا أش ميحفظي ربي بارك الله فيك وتشكاش مطاس يعني توشي يجن حاج طمقرا انت الجمعية النغ أنه أتض هذه الإذاعة نوم أتسنن ونتمنى إن شاء الله ذي المسلمين واو في قبطة من الصعوبات باش هذا فغر خدمة كمحامية ما يمي ومي توقاق توا خدمة توا تعاون يوذان توا تحماري غاسن في براثين جن الجمعية إيوازي السنة تساون السنة المحامون روح خدمة غاسن شطف غمشانينو كمحامية ذي أمستردام ذي بذيغ اختصاصينو خدمة غطاس ذي قانون الأسرة ذي قانون الأجانب يوذاني غاري دي تاسن راح مارا ذي مغربيين وجبت تخذ عخثن باش ديرين ذي مغربيين شتعاون اي واحد مروسين غاري هولنديين تعاون غي هولنديين عاود غاري شان كليانت زي مجلس قان الجنوب امريكا
سميرة بودون تنتد المحامية توخص شؤون الهجرة ذي القانون نرواشون والأغلبية كليا نس زي جالية مغرب الشيت دالاندا ذي هولندا كتاع الفئة انتي مغاري مشاكل إن رقية التاسك في مغارين هو المشكل نثم غاد خميني تتاس زي المغرب تسد ذاني تاتين يتقسر شواغذ آياز وشم من بعد تفطس المشاكل كآياز النين واتكمير بور شواغذ النس ميمي تخسات قيم 5 سنين كو آياز النين مرا مصبضان قبري 5 سنين غاس يتخسات ضروري تدور غار مغرب يوذوني ذا المشكل إن رقية التاس في مغارين يدي تدفن زير مغرب وشرق انت ذاني تاتي المشاكل كو آياز كفاميليان وآياز شيء تخصص انت الدور انت وجيبوا المشكل ني وهام اش اكبر مشكل اللي غنغداني تاتي ذوني ذا المشكل النصيحه غاو شغي ثمغه ثمغره باش ذاذي هولندا هي يتخسر حاجتي غفق التبث مليح من تق التبث تقعاود البحث خل حقوق الناس تسن من ذي غاسر حق من ذي وغاسب حق ممكن ديني شنت مغارين سمحنت ذي الحقوق نسنت يعني خميني مدشنت واتقنت بو الشروط واتقنت ممكن ما رخصنت ذي خذانت واتقنت بو الشروط أوني اختياري مش هاد السنت مين تخذانت السنت الحقوق نسنت باللي غاسنت الحق ذي قنت الشروط من الزواج مش ما رواخصنت بو ذي قنت الشروط ذوني انت وجيبو إجباري مش هاد السنت هاد السنت مين زمانت ذي قنت ذي مين وزمانت بو المشروع نسي كان يغي قرابا ذاك سن اسم نن الموروث اندو سنا امغربي الفسيفساء الحمد لله هنيني باللي الوقت إرا يقصح ويسير شي ماشي وذا سن زمار إرا غانغر بعضي مخنبار ولكن سصبر التحدي واسمين نسن باللي غانغ اجن الموروث فسبحان إخسانا أكسن شاك وإذاكسن سارة قاعدة موران دونيث خصنا نشاركوه ونجلو به العالم حانا الغزواني تجربة يغاس دير خدمة أكثم سمونين يعاوني تتأسيس مقاولة الناس وتقاتي زماح وما صنعته فوس أنت ما تنغن المغرب أتصد هذه الإنتاج الناس في المجتمع الهولندي كبداية مشروع ماشي صعب البداية للمشروع يسهل شي خاصة للمجتمع الهولندي ويمكن أتبذير أي مشروع زيد الداثينم ونيش بذير زيد الداثينو وبذير شوي شوي حتى وميغي غض حانوت ويني نصاغ الناس انترنت يخصص النظان الجودة ذي اللون يتسد الزبون ذيق الموعد ويتسد حانت ويجيشيح ما أتى في أذي صغصك وإنما انتشاس الفكرة تسنا لمغرابيث ومغا هي غكلاسيا سيكان تشاس اذي سو اتاي عادي قصار الساك وكي القاعية انتق ذاقس ام صوض اقل المقاولة لمغرابيث المقاولة ذا هولندي المقاولة الهولندية من جميع الجنسيات حان الغزواني سمون المقاولة نسمارا من يقنن غصنع ثوفوس المغرب وتقذي زماح وما تسعرف وجدي هولندا وها وقمضى الامي كمل علاقة نغاريق المغرب ذنش ونشد المغرب يعني أتحاول أضرح المغرب رثان ننوباث المغرب ذدم النغ ذ المغرب تسنى النغ المغرب رسر النغ وذ الحضارة النغ ونش فخورة وميت مغربي وأنا فخورة أنني مغربية ا
رفدا دي هولندا انت موتو ازايو مع نوردفيغي كي كوجن امستردام شان 20 كيلومتر من ينتف معتصم اليعقوب انتدى حدري غاس 20 يسقوسا دي جالية ثمغرا بشتي تدارا دا يتيرا بيلوتا ويسلم مديت ويدارا بيتي حنجاني مزيانا. كندرب هنا في هولندا، كندرب بزاف ديال الولاد والبنات في هولندا. علاش كندير هذا الشيء؟ انا كيعجب لي باش نوري الكرة للولاد الصغار. كندرب 5 حتى 13 العام، وان شاء الله كيف شفتوا عام اللي فات المنتخب فين جا القطار ما شاء الله عليهم. بغيت ندير شي فرصه للولاد والبنات حتى هما يترينوا مزيان ويترينوا بزاف باش ان شاء الله يمشيو شي نهار القطار وفي ولا في مكان. احنا هنا في هولندا كاينين بزاف ديال المغاربه اللي كيلعبوا الكره، وبزاف هنا عندهم التالنت، بزاف كيلعبوا في اياكس، فاينورد، بي اس في، وان شاء الله شي كاينين. احنا عند الفريق ديالنا عند الفوتبول كيجيو بزاف ديال المغاربه، وان شاء الله شي نهار يمشيو للمنتخب. تجربة المعتصم للموهبة يغاس دي تشام موضع إيجاج العدد ني حذرين دي حجاني مزيان نستفد من الزيس ولمذن تقنيات أن بيلوطا حما أذقن إصولة في غزة. موطا هو أغلق أن فوربيلد فن ماي هاي إش مان باس مار تخلايك تايت أوك أن إيماد فارفين فارفين معتصم بسبين سلم دغ زي ستا ستعجبه كيس خذ مغي سلم ماذا يممش غدا البغي حجاني مزيان الممش غير أغ بيلوطا نتموم دكرينو. كنتمنى راسي ان شاء الله نلعب شي نهار في المنتخب، والولاد اللي كنتريني ان شاء الله حتى هما يمشيو للمنتخب ان شاء الله. معتصم ايتيراك ثافقت في نوردفيغ ثافقت ايتيران دي البطوله هولندا دي الدرجه وسرته والصفوق دي اسمون امغان تيران الخوذي المنتخب الوطني ان هولندا البطوله ان اوروبا. Thank you.